الاعلامي احمد الشريف، اللي عايز اشكره ايضا على يعني ماتش الاهلي والزمالك ووجود نجوم الاهلي والزمالك في سوهاج. ازيك يا استاذ احمد؟ كابتن خالد، ازي حضرتك؟ كل سنه وانت طيب، وسلام للاستاذ احمد درويش. كل سنه طيب. كل سنه وانت طيب يا استاذ احمد. الله يخليك، ربنا يخليك. نورتنا يا كابتن خالد. والله سوهاج كان يوم جميل، وتطورنا وتقربنا هناك طبعا. الحمد لله رب العالمين، يعني ربنا يجزيهم على خير. بس على فكره احنا الماتش 10 على 10 10 واتكررت 10 9، فما ينفعش كمان حتى في الماتشات اللي وديها يا استاذ احمد. بنكون في المحطات حتى انا بشكرك بجد والله. انا حبيت اكلمك انا عشان اشكرك على حسن الضيافه، وقعدنا يومين جمال جدا، واهلنا في سوهاج، واللي يعني كان يومين من اجمل الايام والله. نورتونا وشرفتونا والله، وان شاء الله اتمنى كمان استاذ احمد دروش يشرفنا في سوهاج. طبعا يا استاذ احمد، انت كل اهل سوهاج يعني كل سنه هم طيبين، ودايما كده مجمع النجوم، ورمضان كريم، ويعني في يوم من الايام انتوا اختلفتوا مع بعض، بس الحمد لله رب العالمين. في وجهات النظر احنا خالص مش اي حاجه. حبيبي 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 يا استاذ احمد، عايز اسالك سؤال. شفت قائمه كوبر؟ بصراحه انا بصراحه متضايق قوي على عواده بامانه، وعلى عبد العزيز، يعني محمود على عواده ومحمود عبد العزيز الزمالكاوي. دي الزمالكاوي يعني بصراحه انا عواد استغرب في ابعاده، وعايز شايف ولد كويس جدا، ولكن ربنا يكرمهم في اللي جاي ان شاء الله. ان شاء الله. بشكرك جدا استاذ احمد الشريف، بشكرك يا حبيبي. بشكرك. عايز اقول لك حاجه على فكره والله، يعني هي شرف الوجود في القائمه، لان عواد مش هيلعب طبعا. لا ممكن يروح بقى دلوقتي، يروح يتمرن.